ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير يا رب النهاردة النهاردة لكم فيديو جديد بقى النهاردة هنعمل روتين مع بعض روتين الشقة كده انا قسمت بقى الشقة كده امبارح عملت اوضة النوم و... والنهاردة هعمل معاكم باقي الشقة امبارح عملت اوضة النوم والحمام النهاردة هنعمل مع بعض المطبخ والصالة واوضة الاطفال لو اول مرة تشوفيني بقى دعميني بلايك دعموني بلايك يا جماعة بقى أنا كل أنا يعني عيط لكم عشان بلايك طيب عشان تشوفي كل جديد معايا وخش اشتركي في القناة وتعالوا نشوف الروتين بتاعنا النهاردة هنا بقى كان عندي أول حاجة كده الغسالة كان عندي شوية غسيل كده كنت أنا بقى مظبطاها ومية المية هنا جيت بقى كده انا بحط بحب احط المسحوق اخر حاجه كده لما الميه تتميني حطيت هنا المسحوق في الدرج كده وكمان برسيل الجل هنا كده من فوق بعد كده بقى هظبطها على السيستم بتاعها كنت بقول هنا ان لما بحط ابيض وكده بحط بستعمله الصابونه اللي هي المبيضه ديت اكيد كلكم عارفينها كده بقى دوسنا ستارت وشغلنا الغساله تعالى بقى نطلع على الصاله كده نقول بسم الله كده انا كنت هنا كنت شلت الشالتة بتاع الكرسي واشيل بقى كل الزباله بقى اللي تحت الشلته وكده وبنفضها كده بقى هنا ركنت كده ركنت كده اللاب بقى على جنب كده الله اكبر الله اعظم كنت بقى بنفض الشلت كده وكمان هشيل كمان الحفظة والسجادة وكمان هشيل بقى هنا اللاب كده ركنه على جنب بالترابيزة وهشيل كمان الحفظة دلوقتي والسجادة خالص هنا بقى كنت برفع الكنبه كده علشان اشيل السجاده والحافظه من تحتها هنفض بقى هنا الحافظه كده تنفيضه حلوه بس بعد كده طبعا هطلعها بره هنفضها برده مع السجاده بره قدام باب الشقه كده عندي كده بقى كنت طلعتها بره كنت طلعت كده كنت نفضت هنا بقى كده الحافظه سوري وكمان السجاده ركنتها بقى كده على جنب وهطلعها بره دلوقتي جيت بقى هنا كده جبت المشايات الصغنونه ديت وبرمتها كده مع بعضها جمعتها مع بعضها وبرده هطلعها بره دلوقتي هنا بقى كنت طلعت السجاده والمشيات وكل حاجه بره قدام باب الشقه في بلكونه كده عندي قدام باب الشقه بطلع بفرش عليها السجاد وكده ولو انا غاسله كمان سجاد بحطها عليها بره طلعت بقى هنا كده جبت المقشه بقى كده هنا كنت بقى بلم كده الصالة كنت بقى كده بلم كده الصالة وكده وبشيل بقى الكرسي وكده والم من تحتيه كنت بقى كده بشيل المروحة كده علشان اجيب كده من وراها كده ايه الزبالة والباسكت كنت بركنه على جنب رجعت بقى هنا بقى مكانها كده كنت بجيب كمان من تحت الكرسي كده علشان الزبالة اللي كانت تحت رجعت بقى هنا كده الترابيزه الصغيره مكانها كنت بقى هنا كده بجيب الستاره ببرمها كده نص برمه علشان ما تتوسخش وكمان هنا كده شديت الكرسي دوت كده نفضته التاني وهشيل برضو الشالتة كمان وهشيل الزبالة اللي تحت الشلتة كده هرجعها مكانها تاني واجيب بقى الزبالة اللي ورا الكرسي ونفض كمان ظهر الكرسي واللعبه اللي كنت بلاقيها بقى لقيت كميه لعب بقى حلوه جدا يعني وانا بروق وكمان هكنس كمان السفل كده بتاع الحيطه دوت اللي هو بيبقى فوق كده وهركن الكرسي كده فوق علشان الصاله تبقى فاضيه معايا جيت بقى هنا كده آه مسكت بقى الفوتيه كده الصغير كده همسكه برضو واشيل الشلت والخدديات وانفضها كويس قوي كده هنا وابرم كمان الستارة كده الستارة وانفض كمان كده لقيت بقى العيل كانوا مبهدلين الدنيا خالص تحت الشلتة ومبوظين لي السفنج وقاطعين لي وكمان لقيت البفتة مقطوعة والدنيا كانت بايظة خالص هنا في الكنبة ديت طبعا عايزة تتظبط ان هما بوظوها لي هنا بقى كنت كده بظبط كده بقى بعد ما نفضت هنا الشيلات والفوتيه الصغير وكده فبركن بقى بص لقيت كميه لعب كتيره جدا بنفض بقى كده هنفض كمان ظهر الفوتيه الصغير نجيب بقى هنا المقاشة كده اخد بقى من ورا اركن بقى الدباديب على جنب هنا واخد بقى كمان كده شديت كده الفوتيل الكبير واركنه برضو على جنب كده علشان انفضه كويس قوي واخد بقى الزباله من وراه دعموني بلايك بقى يا جماعه بقى كده اللي بيتفرج عليا دلوقتي وانا فكرتكم ادعمونى بلايك كده واعملوا اشتراك في القناه كده وتفعلوا الجرس كده علشان يوصل كل جديد كده مني ودعموني عشان تشجعوني حبايب قلبي هنا بقى جبت الفوتيك كبير كده نفضته طبعا نفضت الشيلات كويس جبت بقى الشلت برضو كده نفضتها عمال الاقي لعب كتيره جدا وقلام وحاجات دي هما بيقعدوا يدوروا عليها وبتبقى تحت ايه ومستخبيه نفضت بقى كده الفوتيل كبير هرجع بقى الشلت مكانها يلا قومي بقى لو انت بتتفرجي عليا دلوقتي قومي بقى قلبي الشقه كده واعملي روتين وغيري بالهوا والنفسيه بتاعت شقتك كده علشان تحسي براحه نفسيه زي كده هنا بقى كنت بطلع كده الزباله بره وبكنسها بقى كده وكمان هنا كده ورا الكنبه الصغيره هنا هرجعها بقى كده مكانها الفوتيه الصغير دوت وهجيب بقى واكنس بقى كويس قوي واللعب بقى اللي عماله الاقيها ديت في سكتي كده واخدين بقى الكونتو كده بقى كنت برجع المفارش بتاعه الفوتيهات كده مكانها بتاعت المسند ورجع كده بقى ايه ورجع الدباديب بقى مكانها الدباديب دي يا جماعه انا حطاها ديكور كده بس ولادي ساعات بياخدوها ويعني بيمرمطوها كده ويطلعوا الفرو منها و ويلعبوا بيها برضو بس انا حطها كديكور بس يعني كده برفع المفرش هنا واجيب بقى كلوس تاني كده من جنب الانتريه كده وكمان هنا كنت بجيب من الركن كده ومن النص كده ومن على الجنب هنا بقى كده كنت همسك المروحه كده انفضها كده وامسحها انا بقى كنت ماسكه المروحه كده عماله انفضها بقى وامسحها بقى واظبطها طلعتها بره خالص وبرضو هكنس من تحتيها تاني او من وراها عشان مطرح ما نفضت يعني افتحوا كده يا جماعه وهو شقتكم شقتكم كده على طول ودخلوا الشمس فيها عشان تحسوا بطاقه ايجابيه كده في البيت كل يوم هنا بقى كده كده عند الجزمه كده هشدها بقى كده علشان اكنس من وراها هكمس بقى كده من ورا الجزامة كمان كنت بدخل اي اي جزم اي شوزات بره زيادة يعني بدخلها الجزامة والرباط ده يا جماعة انا عاملاه كده علشان ابني الصغير بيفك المقابض وبيضيع حوالي ومش بلاقيها فانا عامله الرباط ده كده يعني عشان بيتضيع بسرعه بس كنت بقى هنا كنست كده ورجعت الجزمه مكانها طبعا لسه هتتلمع جيت بقى هنا الصاله كمان وهلم برضو كويس قوي برضو بقيت الزباله بقى مكان التنفيض وكده هكنس تاني انا يعني بقى مسكت كده السماعات بقى بتاعه اللابتوب بقى كده واللابتوب بقى بلمعه كويس قوي كده وكمان هشيل المفرش بتاع الترابيزه كده وامسحها من فوق ومن تحت كده كويس وهركنه بقى على جنب لما اخلص كده هلمع الازاز وافرشه تاني اهو كده حبايب قلبي كده الصالة خلاص يعتبر خلصت كنيس كده هلم بقى انا دلوقتي الزبالة كلها جيت بقى هنا اوضة الاطفال هنا طبعا هي مفتوحة على على الصالة فقلت بقى جيت هنا بقى كده ايه قلت بقى اكنس كمان قبل ما امسح الصالة هنا بالمرة جيت بقى هنا لميت المشايات كده وبرمتها كده مع بعضيها وكمان هطلعها اخرجها بره على الباب عندي انفضها برده واحطها تتشمس شويه اليوم كده حوالي كان انا بادئه كده قلت بدأ يعني رحت جبت بنتي من المدرسه كده على الدور وبدات بعد الدور كده الكلام دوت علشان فتره المدرسه بتاعت بنتي وكده فقلت ابدا بعد ما تيجي علشان ما عليها كده بقى كنت بكنس كده الاوضه جبت كمان سبت الالعاب بتاع الاولاد كده على جنب وكنست من تحتيه وجبت كده الحرف بتاع النيش كده كمان كنت بكنس بقى كده وبخرج على بره الزباله كده هنا بقى كنت خلاص كده كنست وركنت الزباله بره بلمع بقى السراير وبنفض الملايات والكوفرتات كده الحاجات دي انا فرشاها لسه من يومين فطبعا مش هغيرها دلوقتي لان انا فرشاها اوريدي من يومين انا يدوبك بس كده اكتفي بالتلميع والتنفيذ لان مفيش حد بينام عليها كتير يعني هم ولادي بس وبعدين انا بهوي كل يوم فالدنيا بتفضل تمام يعني لحد ما باجي اغير انا بقى كنت بقى على السرير التاني كده بلمع هرجع بقى الخدودية مكانها والمخدة كمان كده وكمان اللي ده هجيبه الناحية دي كنت فاتحه الشباك بقى والشمس داخله كده جميله قوي وكمان كنت بلمع الترابيزه اللي عليها الصب هنا وكمان دي الشلتتين اللي على الارض كمان رفعتهم فوق الشباك كده علشان ياخدوا شمس كده ياخدوا شويه هواء كده بقى هخرج تاني الزباله برضو مكان ما انا كده يعني كده كرست مرتين اول مره كرست الزباله وبعد كده كرست الباقي التنفيذ اللي انا نفضته مفيش كمان حاجه نزلت كتيره بس برضو عدت تاني الكنيس هنا بقى كده كنت جايبة المقشة الصغنونة ديت بتاعت الجروف كده وكنت بلف بلم كده حوالي الحلق بتاع الباب من تحت الفام عندي علشان مش بيطلع بالمقشة الكبيرة فكنت بحاول اخرجه كده بالمقشة الصغنونة ديت علشان خاطر الزباله بتبقى راقده تحت في, في الحلق دوت وكده هنا بقى كنت لميت الزباله خلاص وكمان كده حبايبي كنت خلاص مسحت كمان والارض نشفت وفرشت كمان الصاله كده خلاص يعتبر الصاله خلاص خلصت انا بقى مسحت بس انا يعني ايه عشان ما مطولش عليكم الفيديو كده فطبعا مسحت وكده وظبطت الدنيا وفرشت جيت بقى هنا دي اسمها بياضات كده او اسمها مفارش في ناس بتقول عليها بياضات في ناس عليها بتقول عليها مفارش هي مفارش بتتباع جاهزه كده جميله جدا جدا وبتحافظ لك على الانتريه او الركنه بتاعتك حلوه قوي يعني وسعرها رخيص جدا هنا بقى كده جي جيت جبت المفرش دوت فرشته كده على الكرسي وعطيت كمان السماعات وفرشت المفرش بتاع الترابيزه وكمان دخلت الباسكت اوضه الاطفال كمان كنت كمان فرشت اوضه الاطفال نيجي بقى هنا عند الجزامه قمت بقى هنا كده بلمع الخشب كده بتاع الجزامة وجبت بقى هنا كده الجلانس بتاع كلين دوت وشلت كل الحاجة اللي على الازاز السور وكل حاجة ونزلتها تحت علشان خاطر امسح هنا كنت برش الجلانس كده وكمان كنت بمسحه بالفوطة اللي عندي طبعا الفيس فيس بتاع بنتي عمال يقع بتاع المدرسة طبعا انا كنت جبت مناديل بقى علشان خاطر الفوطه ما جابتش معايا فقلت لمع كمان بالمنديل آه طبعا المناديل دي حلوه جدا للازاز لو عندك جرانين بتبقى حلو حلوه جدا برضو هنا يعني بقى كنت بلمع كده وبلمعها بظبطها يعني كويس قوي انا بقى حبايبي كده كنت خلاص بقى لمعتها بيدوك بمسح بس جبت الفوطه تاني بمسح بقى اليد الخشب كده والبرواز بتاع المرايه الخشب برضو بالمرايه كنت بقى ابتديت بقى اعلق الحاجه دي صوره جوزي وكمان صوره انا وهو كمان احنا الاثنين يعني فكنت بوريكو يعني وانا بعلقها وصوره بنتي حبيبتي كمان وكمان صوره ولادي وصور ولادي وكده وده دي 20 جنيه كده ورق كده كنت واخداها ذكرى من حد يعني فمحتفظه بيها وكمان بقيت الصور هيت وكمان النضاره بتاعت جوزي هنا بقى كنت جبت بقى كل حاجه هنا كده عشان خاطر كنت انا ملمعه طبعا الجزامة افرش المفرش بقى كده الخروف ده يا جماعه جوزي كان جايبه في العيد الكبير فمحتفظه بيه طبعا بحبه جدا طبعا المصحف أه بحطه كده طبعا على الجزامه والمرايه كنت بعلق عليها كده فوق فيه كده لازقه زي ستيكر كده معلقه عليه الكمامات بتاعت جوزي والنضاره عشان تبقي قريبة ليه الصبح وهو ماشي ياخدهم معاه كده خلاص كنت لمعت الجزامه وظبطتها وفرشتها كمان نيجي بقي الأطفال وأخر مرحله يعني ، هنا بقي كنت بعطر الأوضة كده بمعطر المفروشات ومعطر الجو هما اتنين في واحد يعني ، فهو اصلا معطر مفروشات لأن أنا بستخدمه علي الستاير وعلى علي الكوفرتات علي السراير كنت بظبط بقى كده خالص وجيت بقى للصاله هنا كمان بعد ما خلصت كده كمان عطرت الصاله هنا قولولي لي بقى ايه رايكم بقى في الشقه والنظام وكده ويلي في الكومنتات ايه رايكم ورايكم في النشاط دوت والروتين دوت لو في اي حاجه استفسار سيبها لي في الكومنتات تحت هنا بقى كنت كده خلاص بفرجيكم بقى بعد ما الشقه خلصت كده طبعا فرق طبعا كبير بعد قبل وبعد طبعا كمان هنا اوضه الاطفال بعد ما خلصت كده والرباط يا جماعه اللي على دوت والله العظيم انا مش ربطاها ولا محزماها انا ربطاها كده بس علشان خاطر ابني انا جربت الاسكوتش وكل حاجه وابني كان بيفتحها بوظالي فانا ابتديت ان انا اجيب طرحتين واربطها والفها كده عشان تبقى استعملي انا بس هنا بقى جبت الباب الفاهم كده بتاع الاطفال كده وكمان رشيت عليه جلانس وهمسحه دلوقتي بالفوطه بقول لكم باي باي من الازاز اي هبل وخلاص يعني <applause> القطنه ما بتكدبش طبعا كده كنت لمعت اول ضرفه وتاني ضرفه كمان وكمان يا جماعه عايز اقول لكم ان الظهر كمان فيه ازاز ظهر الاوضه نفسه بس ظهر الاوضه بتاعه الباب بس انا والله لسه اصوره فطبعا لمعته بس نسيت اصوره والله خالص يعني في اليوم ده انا تعبت جدا جدا حتى في اليوم ده ما عملتش اكل كان عندي اكل وكنت تعبانه جدا جدا تعبني جدا جدا يعني وتعبت قوي في والله عملتش الشقه كلها وتعبت كده بقول لكم تمام نخش بقى على المطبخ بقى طبعا عندي مواعين الفطار بقى والمطبخ كان بص يعني حاجه فظيعه طبعا جدا جدا دي بقى مواعين الفطار هنا بقى كده دي بقى مواعين الفطار اول نمسك الازازه كده نغسلها كويس ونشطفها كويس ونركنها على جنب وبعد كده نبقى نملاها وندخلها التلاجة نفس الكلام الازازه بتاعت بنتي بتاعت المدرسه برضو بغسلها كويس قوي كده وانا من طبيعي اصلا يا جماعه بغسل الازاز قبل حتى لما املاها كل لازم الازازه تفضى لازم تغسليها كويس قوي علشان مش كذا حد يعني بيشرب هنا بقى كنت بقول لكم الصابون ده ده يا جماعه صابون فيبا حلو جدا انا بجيب الجنكل دوت كده وبركنه عندي وكمان بقى الازازه ديت كده كل ما يبقى معايا بصراحه بجيبه لو انا ظروفي مثلا مش حلوه او مش تمام بجيب الصابون العادي او ممكن البريل العادي بس لما بكون الدنيا متيسره معايا بجيب الفيبا دوت وبركنه على جنب كده وبيقعد معايا كتير جدا هو حلو قوي وريحته جميله أوي. هنا بقى كده الاول كنت بصبن الاطباق الاول طبعا المفروض كنت اصبن الكوبايات الاول بس هما كوبايتين ثلاثه فقلت اخليهم في الاخر خالص لان في الاول ما ينفعش تغسليهم في النص هنا بقى كنت كده بجيب اللبانه بتاعه اللبن كده وكنت بغسلها كويس قوي انا ما كنت غاليه فيها لبن انا كنت مسخناه بس فما احتاجش السلك هنا يعني مع ان انا معايا حته سلكه جوه اهيت بدعك بيها كده من جوه كده ومن بره وهشطفها دلوقتي انا بحب اغسل المواعين كده اصبنها الاول وبعد كده أه بحطها على جنب كده وبعد كده اشطفها في الاخر بحس ان الموضوع بينجز معايا قوي بس اليوم ده الميه كانت ضعيفه قوي وكانت مش مساعداني وكانت مقصره معايا عامه في الغسيل وكده نيجي بقى هنا للباقي الصغنونه كده ديت بتاعت ولادي وكمان المعالي والسكاكين بقى والشوك والمصافي والحاجات ديت طبعا برضو صبنتها كده وركنتها على جنب اهو كده طبعا العلبة دي يا جماعة انا حطها كده بستخدم فيها الصابون علشان مش كل شوية اخد من الازازة احط على الاسبونشة وكده لا انا مريحة نفسي يعني وحط العلبة كده دي فيها صابون وبغسلها على طول وبضيف جديد وكده وبغيرها اول باول هنا بقى كنت غسلت صبنت الكوبايات كده وبشطفها وبرجعها مكانها المطبقية او هنا على الفوطة ديت دي فوطة يا جماعة للمطبخ أه بكفي عليها وكده ولما طبعا بنضف أه بنضف كده من تحتها بشيلها لما بشيل المهم بعد ما تنشف كده وكده وبعد كده بقى كده همن الازايز وادخلها الثلاجه علشان اصفي بقيه الاطباق هنا وكفيهم كده هنا ما كنت بشطف في الوقت الاطباق كنت هكفيهم بقى كده على الفوطه اهو كده طبعا المايه كانت ضعيفه جدا في اليوم دوت مش عارفه ليه كده مع ان المايه اشد من كده بكتير بس كانت ضعيفه جدا طبعا السرفيس كده ركنته على جنب علشان ما يكسرش على على جنب كده حبايبي كده انا كنت كده بغسل بخلاص بقى بشطب الاطباق كده خلاص اخر حاجتين وكمان المعالي كمان والشوك والرفايع كده بغسلها كمان وهشطفها كنت كمان بقى كده خلاص ظبطت الدنيا وكمان كمان الأزاز دخلت التلاجة خلاص كنت بقى جبت الفوطه بقى دي كده الصغنونه دي كمان همسك البلانشه كده اغسلها كده كويس وكمان هركنها كده على جنب هنا وبعد كده ارجعها مكانها تاني اغسل بس الحنفية كده والحيطة كمان من ورا كمان كده غسلت الحنفية كويس قوي كده ابتديت بقى اشطف الحيطة كده وكمان الحنفية منين الصابون الميه كانت جت على وشي انا بقى كده ابتدي ايه انا انشف بقى كده الحيطه كده مش عارفه المبشره وقعت مش عارفه في ايه انا مرتبكه ليه وكمان اصل انا بعمل بسرعه بس يعني بعمل بسرعه جدا وكان انا مسرعه لكم الفيديو علشان ما تزهقوش يا حبايبي انتوا بتزهقوا بسرعه طبعا انا عارفه كمان كنت بلم البوالي في الحوض بقى ورميتها كده في الزباله تحت الحوض كنت بلمع هنا معايا الرخامه بقى كمان شطفتها تاني طبعا دي فوطه كده يا جماعه مش مشتريها ولا حاجه فوطه كده كانت زياده عندي يعني انا بقسمهم كده واخليهم المطبخ قطن كده هنا بقى جيت البوتاجاز طبعا حطيت الشبك هنا او الحوامل في الحوض جبت بقى علبه بلاستيك كده حطيت فيها العيون وزودتها ميه دافيه هنا كده من السخان وكمان هقول لكم احط عليها ايه دلوقتي فاكرين اللاستر ده يا جماعه اللي قلت عليه دوت منظف الحوامل والبوتاجازات والافران ده حلو جدا جدا يا جماعه جدا انا عامله ريفيو عليه فيديوهات كتير قوي على اللاستر خشوا كده وشوفوا وطبعا لو حد عايز يسال على الراستر او الجروب وكده يسيب لي في الكومنتات وانا هرد عليكم هنا بقى كنت برش كده على البوتاجاز اللاستر هنا برش كمان هرش كمان على الازاز دلوقتي وكمان هسيبها خمس دقايق كده ونرجع نغسله بقى دلوقتي كده بقى كنا خلاص بالسلكه كده شويه صابون وبندعك هو انا ما كنتش بدعك قوي يعني لان البوتاجاز ما كانش فيه حاجه هو يعني ايه يعني حاجات بسيطه كده كمان هي الازاز كنت بغسله كده او بدعكه يعني لان الازاز طبعا بيبقى فيه دهونه كده انا كنت حاطه عليه لزقه وكده بس شلتها ان شاء الله اجيب واحده واركبها قريب كمان انا جبت الفوطه ديت الصغيره وكمان كنت بغسل بمسح بلم كده بيها لاستر وبقيت الصابون وكمان كده بلم برضو بالفوطه كده هنا بقى كنت جبت الحوامل ومسكتها بس بصراحه حرق لي صباعي ما قدرتش فعلا ما قدرتش فعلا انا كنت وقفت هنا وصفيتها بقى كده وخففتها من اللاستر بالميه لان حرقت الاسبوع لان هو حامي جدا طبعا ما تخيبوش خبط ديت لو عندكم الكلام دوت ياريت تخففوها ولا اما تلبسوا كلفظ في ايديكم او جوانتي لان هي حاميه جدا هنا بقى كنت كده ايه لمعت العيون يعني اصلا شطفت العيون بعد ما دعكتها بالسلكه كده وكمان افرد الفوطه كده واصفيهم او اكففهم عليها كمان اغسل كده العلبه ديت كده من الاسطر كده كويس واركنها على جنب هنا بقى كنت خلاص برجع الاطباق مكانها في المطبخيه والغير ودولاب المطبخ كمان الحاجات اللي في الدولاب كنت برجعها و والمطبخيه برجعها في المطبخيه علشان اول باول كده عشان ما تبقاش عندك كركبه قدامك كده يبقى الرخامه بتاعتك فاضيه هنا بقى الحاجات دي كده هترجع كده في ال هترجع الحاجات دي كده في اللاب المطبخ بقوله كده تمام وبتجاز كمان هو تمام هنيجي بقى للجنب التاني دوت كده خلصنا من الجنب بتاع الحوض هنخلط بقى للجنب التاني جبت بقى الفرن كده ركنته على جنب كده كنت مظبوط وركنه على جنبه وكمان جبت الكاتل والبرطمانات بقى والحاجات التانية بتاعت اللي على جنب كده هنا ديت اللاستر بقى والقهوة واللبن البودرة والك... والكركديه الحاجات دي كده كنت كده ايه جبت بقى الاسبونشة كده بتاعت الصابون ودعكت كده بالسلكة الرخامة بتاعتي كمان كده كنت بمسحها كده بلمها على الفوطه دي يا جماعه كده خلاص هتترمي لان انا عامله كذا فوطه للمطبخ بس دي كده عشان نجيب فيها لاستر طبعا ومواد كيماوية وكده هتترمي كده كنت بلمع برضو بيها البرطمانات كده والقهوه والحاجه التانية كده كمان ده معطر يا جماعه اللي الزرقاء دي معطر جو انا المطبخ المعطر للمطبخ بعمله على ايدي في البيت ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم ازاي انا كنت بلمع الفرن كده او كمان هفتحه المعه من جوه كده عشان انا كمان حاطه فيه الصواني بتاعته واكياس وكده وحاجات من جوه فما بستخدموش كتير يعني غير في الحاجات يعني الصعبه قوي لان يعني انا عندي فرن البوتاجاز حلو برضو كده بقول تمام وكده كنت رجعت مكانه وهنا هحط عليه المفرش كمان كده على جنب واللاستر بقى ومعطر الجو اللي بقول عليه اللي هو معطر المطبخ هقولكوا في الفيديو الجاي ان شاء الله انا عاملاه ازاي على ايدي حلو جدا وبيدي بيعطر المطبخ للمطبخ بس وبيعمل ريحه حلوه قوي في المطبخ لو انتي عامله سمك لو انتي عامله ريحه زفاره مثلا في المطبخ كده وانا بقى كنت رجعت الحوامل كده ورحت جبت المج بتاعي عشان اليد بتاعته اتكسرت فانا مش بعرف اعلقه فبحطه كده هنا بقى جيت جبت الفوطه طبعا كنت بلاها وبلمع المطبخ بتاعي كده من تحت لفوق كده او من فوق لتحت زي ما انتي عايزه أقولكوا اوكي جيت بقى لكمان الحته التانية كده بمسح بقى كده كويس وكمان هفتح الازاز المعه من جوه بتاع درفة المطبخ فانا طويله قد ايه بس مكنتش كنتش بردو برده عالي قوي كمان جبت هنا كمان الضرفه دي كنت كمان بلمعها وكده المطبخ بقى فله فله جيت باينه الشباك هنا دوت وانا جايه بكنت بنقل في الشقه هنا وكده الراجل ما جاي حطي لي المطبخ رزعوا جامد في الارض ف فهو بيرزعه الحرف المطبخ دخل في الازاز بص كسره ازاي قدرها ما شاء فعل الحمد لله وهنا بقى كنت كده بمسح الارض بقى بالفتاله طبعا انا اياكم انا بمسح بجنرال بس الفيديو دوت انا مش عارفه هو ما جاش ليه متهيالي نسيت اركبه عليه طبعا ما جبت الفيديو بتاع المسيح بس انا والله كنت مسحت كده بقى شكل المطبخ بعد ما خلص حبايب قلبي كده كنت خلصت يا رب الفيديو لو عجبكم حطوا لايك واعملوا اشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد من يوميات رانيا كده بقول باي والسلام عليكم